يا شفيع الورى سلام عليك، حياكم وبياكم أهلا وسهلا، كلنا فرحون ومسرورون جدا بقدوم مولد النبي المصطفى المجتبى. ها هو ذا قدوم شهر طلع فيه بدر الدجى ونور الهدى وكهف الورى. هيا نرحب جميعا بالحمادة بشهر تذود بالخير والنعمة والبركة. يا للعجب، كل ما فوق الأرض وتحت الثرى وجميع ما في السماء وما فوقها يتبسم تبسم الفرح والراحة بقدوم هذا الربيع على أن نبينا محمد المصطفى المرتضى قد جاء بالحق والتحقيق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. هو الذي كان نبيا لا نبي بعده، وكان شفيعا للأمم حين تقف الأمة يوم القيامة، وكان خاتم النبيين ورسول رب العالمين. حقا بدون شك هذا شهر مشهور بربيع القلب وربيع النفس والنفس.